الحديث عن شبابنا وأبطالنا في ألعاب وفي يعني مجالات كتيرة. الحقيقة لسه كنا بنتكلم على كورونا، فمش عايزين ننسى أبدا يعني دعواتنا إن شاء الله طبعا لكل شخص مصاب، وإن شاء الله يا رب يشفي الجميع ونعدي الأزمة دي كلها على خير. لكن طبعا قصة منتخب الشباب والإصابات والوضع طبعا واللي حصل في البطولة والكلام ده كله، طبعا في تحقيق، ويمكن وزير الشباب والرياضة قال هنشوف برضو قصة المسحات، إيه اللي حصل هنا، إيه اللي حصل في تونس. لكن كمان للأسف الشديد خليني أقول لحضراتكم أنه طبعا الإصابات لسه زي ما هي، ولسه العينات كلها برضو إيجابية، ما فيش يعني أي تحسن حصل للأسف الشديد. 15 لعيب في منتخب الشباب لسه إيجابية العينة، وبرضو كابتن ربيع ياسين ربنا برضو يشفيه، ومسح وعامل المهمات برضو مسحته يعني إيجابية، بنتكلم كده تقريبا على 17 شخص في منتخب الشباب.